السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هو أنا حضرتك لسه متخرجة وتقدير كويس يعني الحمد لله، بس قررت يعني سنة تانية قررت إن أنا مش عايزة أشتغل يعني، بدأت أدرس علم شرعي وأحفظ القرآن الحمد لله، لكن والدي للأسف كان يعني بيدعمني ماديا ومعنويا كان وزعلان مني إن أنا يعني خرجت ومش عايزة أشتغل، فهل اشتغلي ايه يعني؟ عفوا عفوا، اشتغلي ايه؟ هو أنا خريجة تجارة يعني هشتغل محاسبة؟ في البنك؟ لا لا، أي شغل تاني، بس أكيد هيكون في اختلاط يعني رجال ونساء مع بعض وكده، فأنا رافضة ده يعني، وانا رافض معك، أؤيدك في هذا الرفض. يعني ما أرجحش رضاه على لا تختلطي، وانت بشر ولا ملاك؟ لا بشر أكيد. بشر، ابتعد عن الاختلاط، وأسأل الله أن يرزقك بالزوج الصالح الطيب. شكرا شكرا، الله يبارك فيك، الله يكرمك.